موجهه الى هم خلي ارفع صورته، لان مقاتل وبطل، مقاتل فريق اول ركن قوات خاصه عبد الامير رشيد يار الله البطل، رئيس اركان الجيش المحترم. هذه مناشده اليوم شفت لك اياها بقناتنا اللي بفلوسنا بقناه العراقيه، من مقاتل مصاب وبكى، ودمعه العراقي عزيزه، ودمعه المقاتل عزيزه، واول هذه العزه بانظارك انت وبقلبك وبعقلك، لان انت مقاتل بطل يا سياده الفريق اول ركن عبد الامير يا الله. فارجوك اريد الاستجابه من عندك، اريدك تلتقي وتحل قضيته، وانت بشهامتك قد هاي المسؤوليه. وشوف انت مقاتل، انت بطل، انا مقاتل، انا ما اوقف عليه بسبب الواجب. انت يعني صار لي شغل الصوابت في الواجب، بثنا على الواجب، اعتبرها وصلت. اولا اشكر قناه الفلوجة واشكر القناه العراقيه، الاستاذ مصطفى والاخوه اللي وياه وانور الحمداني، قاموا بتلبيتي واجوا جابوني لحد هنا ووصلنا رئيس اركان الجيش، والحمد لله قدموا لي الاريده، وان شاء الله راح يطلعون خارج العراق يسوي لي عمليه، واشكركم جدا اشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع بدء حلقة جديدة من برنامجكم الجماهيري استوديو التاسعة. في عام 2012 لما بلحظة مهنية ووطنية قررت أن أصنع برنامج مختلف للتفاعل بين الجمهور من جهة وبين السلطة من جهة أخرى. وجدت أن استوديو التاسعة في ذلك الوقت لم تكن أي قناة فضائية تقدم برنامج حواري بالساعة 9 ما عدا ممكن العراقية بصفتها القناة الرسمية، لكن أغلب القنوات كانت تقدم، أغلب القنوات بمعنى كل القنوات البارزة كانت تقدم حصاد إخباري. لكن إجا استوديو التاسعة ليكون نقطة فاصلة، من جهة يوجه رسائل كمستشار مجاني للماسكين بالسلطة، ومن جهة يكون صوت المواطنين وصوت الناس. ليش؟ يمكن واحد يقول لي أنور الحمداني مو كلها تجيب ضيوف ومنا ضيف ومنا ضيف وسويها عركة وشعللها. لا، أنا يمكن كنت كمواطن وكصحفي بالوقت اللي كان قبل 2003 إلى منتصف التسعينات، خلينا نقول إلى منتصف التسعينات، كان موجود 3 أساتذة فقط في تقديم البرامج الحوارية السياسية بالعراق، هم الأستاذ فيصل ياسري والأستاذ الدكتور حارث عبود والأستاذ الدكتور محمد مظفر الأدهمي، و3 أساتذتي. لكن من بيناتهم إجا رقم 1 لشاب عراقي اسمه أنور الحمداني، بدأ يحاور كبار من موجودين في حينها داخل وخارج العراق. فالحوارات السياسية اللي جاي يسويها غير أنا مسويها بال 96 و 97 و 98 و 99 إلى 2003. لكن أن تكون صوت الناس هذه أيضا مسؤولية، ولهذا أنا أعتبر نفسي محامي مجاني لكل مواطن عراقي مهموم وعنده مشكلة يريد يوصل صوته وما قدر يوصلها، هذا واجبي. وليش اختاريت قناة الفلوجة حتى ارجع بيها؟ هاي صار لي 4 سنين قاعد، لأن حقيقة قناة الفلوجة الآن هي صوت كل العراقيين. صوت ابن الفلوجة مثل ما صوت ابن العمارة، وصوت ابن أربيل مثل ما صوت ابن النجف، وصوت البغادة كرخ ورصافة، وصوت كل العراقيين من البصرة لعلى قمة الجبل. لهذا أنا أرد أقول لما وجهت مناشدتي البارحة وشيمت، ما كانت مناشدة وإنما شيمت مقاتل بطل هو الفريق أول ركن قوات خاصة عبد الامير رشيد يار الله رئيس اركان الجيش البطل، لاني اعرف ان هذا المقاتل هو ابن كل المقاتلين والجنود، لانه ما يقعد على مكتبه وينتظر الجندي يجي يوقف قدامه وهو قاعد، لا، وانما هو يروح للجندي ويسال عنه ويشوف شنو ظروفه، مصاب ولا عنده هم ولا عنده مشكله، حتى ينطي درس وعبره لكل قاده جيشنا الباسل وقاده الصنوف والفرق وغيرهم والمراتب والافواج، ما اعرف هسه تسميات مختلفه، حتى يعطيهم رساله ايجابيه انه اذا تكون اب للجندي، الجندي مستعد يضحي من اجل الوطن، لان هاي مهنه موت. الجندي والضابط اللي جاي متطوع في جيشنا الباسل موقع على موته حتى يحميك يا عراقي. ولهذا كان اليوم هذا التجاوب بساعات قليله، انا طلعت بالبرنامج لقيت السيد رئيس اركان الجيش موجه انه الصبح، حتى قال له ترى باكر عندك اجتماعات يا ريت ناجل الاسبوع الجاي، قال له مو الصبح، دزوا عليه الصبح اريده يمي واريد فريق استوديو التاسعة، وراح المهندس احمد الحمداني والمراسل الميداني البطل انس وياهم، وراح من جهة اخرى ايضا فريق قناة العراقية الغراء النجم الجماهيري مصطفى الربيعي ومن معه، لان انا اريد اقول لكل القنوات العراقية، كل القنوات العراقية الفضائية، اني محاميكم يا المواطنين يا مقدمي البرامج الميدانية، إذا عندكم هم أو مواطن عنده شكوى وتريد توصلوها، إن ما وصلت دزوا لي إياها، أنا محامي مجاني، معقب، اعتبروني معقب معاملات، بس علما للمواطنين. فتحية للمقاتل رئيس أركان الجيش البطل اللي راح أعرض لكم بالكامل اللي صار اليوم ويا هذا المقاتل اللي عرضنا مناشدته البارحة واستجاب له، استجاب له بساعات قليلة وما أخره. هذا الرجل يستحق أن يكون رمز للجندية العراقية. وشوفه زميل المخرج. شلون يدخلون؟ يدخلون ما دخل. إذا ما يقدر يزور ياخذ أمر. ما في وقت بعدين. فتبكي أسهل. تبكي أسهل. إذا أعطيتهم جنابك حتى الأسئلة يكون جالس تنافيه اي فحتى باكر الساعه 8 الصبح قيصر وموضوع السفر سيدي باكر سبحانه تلقاه من المطبيع تلقاه هناك هو راح يبقى من بغداد هو عنده الاقرباء هنا بغداد موجود اذا باكر القرارين قرار اللي اقنعوني ساعدوه درجه تشويش انا تلقاه درجتين ونسوي اخر شيء بني يمسكوا بالعشره ايام سيدي انا سويت حتى مسوي عمليه طبعت تجمع دموي سيدي بالبغداد ثلاث صار في 30 اسبوع بس اهم شيء هسه بالنسبه لي يحتاج انه تحرير فقرات تركيا او تركيا افضل زين ايش قد يطول الوقت نكمل انا استحمل فاتح عشان السيد رئيس اركان كلاس كم خبره دكتور قيصر دكتور السلام عليكم شلونك؟ واحد المقاتلين الجراح صار عنده شكوى وعنده اشتعال اسمه 54 دقيقه الدكتور فاضل المباشر راح يسوون درجه مالته شوفوا يا دكتور فاضل وايضا الدكتور فاضل صراحه نشوف شلون يدز التركيه الموضوع كلش تعب فكملوا لي باكر شغل طلع خير ضوي باكر على السينافيه ويعطوا الدرجه اللي يريدها هو صابته حتى مشي ما يقدر يمشي هو جريح حرب شكرا عيني شكرا شو المجرى هسه تاخذها خصوصا بعد 90 100 شو ايش قد ينطوك؟ اي النقطة الثانية موضوع الدم وانا على مود شنو؟ موضوع المعين اذا تعطيه درجة هم احسب حساب امرك حساب نرجع على العلاج امرك ايش نحتاج؟ العلاج سيدي باكر مو لازم تدز يعني مع خاطر الملحق العسكري شوف لنا اقرب مستشفى تقدم الفلوس على اساس واحنا ايش نحتاج هو ايش يحتاج منا احنا شو نحتاج؟ اول شيء بس اشوفك ويشوف ايش هو دوامه بعيد على وين اذا سيدي في دكتور التاسعة نقلت لمركز السيد جرحى بالثالث على الاقل من مخصصات الخطوره، والدوام بالشهر يوم من حسين مركز السيد جرحى الثالث صدر لامر السيد. هاي اول خطوه. دكتور باكر تكملوا قرار باكر، وايضا موضوع السفر دكتور فاضل بعد شباب نسوي عمليه هو باكر راح الدكتور فاتح تركيا لكل حالتك يعني اصابات الخليج ترقيه مش هو مترقي سيف شهر واحد حتى لو الثاني زين باكر فلاح محمد حسين باكر الله يخليهم طيبين. هاي عدل موضوع الخارج عندك فاضل وعوني دكتور عوني عليك موضوع الجلسه باكر بعد ايش بعد اول خير تشوف بعد شيء خير سياده الفريق. انا بنلتقي بالناس مرتين ناشدوك قلت لهم ان شاء الله يستجيب لكم، قالوا ان شاء الله توصل. قلت لهم العسكر كلمتهم مو مثل السياسيين العسكر كلمتهم واحده ان شاء الله. فالله يحفظك والله يخليك، وان شاء الله يخليك اب لكل المنتسبين. انا دائما اذكر كلامك عندما تقول الجندي هو وقودنا، وهو احنا بزود الجندي بمناصبنا. انا عندي اعداد كبير من الجراحه رقم كبير جدا، حتى لو بدنا نقابلهم هم الحالات صعبه. عندي بعد حالات اللي دا يقدر يوصل بدنا نتخذ الاجراء بحقه. احنا بدنا نعاني من مشكله قله المستشفيات. المفروض هسه الجرحى مالتنا يعالجون عندنا في المستشفيات، نحن بعد ان شاء الله مستشفى الشارع القادمه شفتها 1/8 ان شاء الله تبدي بالعمل. فهسه نلجا نرسل الى تركيا الى المانيا، طبعا هي المانيا افضل بس المانيا راح تطول فتره طويله. تركيا اقرب. الدكتور فاضل راح يتبنى موضوع ارسال المقاتلين. نقدر الان ناخذ سياره بالسنافيه معقوده يعقدون هسه من اللي نوديه هسه بالسنافيه بالعمار برا ها؟ بالعمار نروح على الاسعاف هسه تجي تقدر انت موجودين قال ننتظره الان ماخذوه هسه بالسنافيه، وبنفس الوقت شوف موضوع العلاج ماشي وكتابه الواسعين يعني اليوم هسه وقع الاساس والترقيع بعد هسه فوق. انت شخصيا الابو أشكر عميد علي عامل موقع القاصد، لأن هو إنسان شريف وساعدني يعني جهد الإمكان ساعدني وقال لي بس أنا اللي أقدر له بس بعد هاي يمك. مقدم 5 طلبات الأمور الطبية مليون اليوم ياخذوك يغيرون قرار اللجنة والدكتور فاضي يتبنى السفر كتاب نقضك اليوم يوزر زين حتى قدر الإمكان نشد الخطوة ونملح ترقية اليوم قادر عليه ما يقدر عليه واللجنة السنافية بانتظارك. احنا شيء الفريق اول ما قعدنا قال انا ان شاء الله بعد ما اسوي العملية اريد اعزمكم تجون للديوان. قلت هسه اسوي العملية دكتور فاضل للديوان حاضر بعد ما يسلمك سيدي الله يوفقك حاضر عاد سيدي وخليك ذخر انه ان شاء الله هذا واجبي ابوي خيمه انه هذا واجبي. اقل شيء نقدم لكم اياه انتم الجرحى انت اصابتك صارت للوطن وعليه المفروض الدوله راعي هذه الاصابه. احنا نحاول قدر الامكان وزاره الدفاع ان نامن متطلبات الجرحى، لكن مثل ما يقول ما ذيك الامكانيات. ان شاء الله نامل انه خلال شهر الثامن اذا مستشفى الحسين اكملت على الاقل تغنينا من موضوع المراجعات للعيادات وغيرها والقرار يصير لها بخصوص السفر من عدن. احنا الاخ دكتور فاضل راح هو يتكفل موضوعك شخصيا، والان ياخذوك الى الاستئنافيه يغيرون القرار مالته ويكملون كل الامور حتى بعد ما يحتاج يجي بس دكتور فاضل يتابع له موضوع بس تحصل قرار الاستئنافيه اليوم بعدين حتى على غرار نتخذ القرار بخصوص المعين بخصوص 50% يعقوبين. احنا ان شاء الله هذه كل الامور راح اتمنى لك اياها بس خلينا نكمل لك اليوم بعد حاضر تدلل الله يحفظك سياده الفريق والحمد لله على السلامه. وهو هذا التجسيد الحقيقي للوطنيه بين المقاتلين في الميدان واصحاب الكلمه الحره في الصحافه العراقيه. واللي قال الأخ مصطفى الربيعي نعم المقاتل كلمته وحده، مو مثل السياسي ممكن يغيرها، لكن المقاتل كلمته وحده. فلهذا أنا أقول لكل المقاتل هذا أبوكم، هذا أبوكم. الفريق أول ركن قوات خاصة المقاتل عبد الأمير رشيد يار الله أبوكم، فكونوا إلى الأبناء البررة حتى يطالب بحقكم وتكونوا أنتم سور الوطن. أما أنا شفت والله العظيم فيديو آخر أنه مدير الشؤون الطبية الدكتور فاضل عبد الحسين بنفسه، والله شوف الفيديو، شوف الفيديو بنفسه، الرجل جابوا الإسعاف بعد اللقاء وأخذوه بصوت، هو الزميل المخرج، أخذوه حتى يودوه اللجنة الطبية. اللجنة الطبية كانت منطيته قبل أنه الإعاقة مالته 50%، بينما من شاف السيد رئيس أركان جيش بهذه الإصابة قال لهم يابا هالشؤون ودوه هسه للجنة، هسه الآن أخذوه للجنة، خلي تعيد تقييم حالته الآن حتى ندزة تركيا، الآن مو غدا، الآن اليوم وليس غدا. علينا الصوت يا زلمة. طيب ما يخليه يشرب سيد الجوار. انتجي شوي، انتجي على الكرسي. الله عليك فلاح، قوي انت، قوي. يلا حتى تجيب لك هذا الروس. يلا. مشروع. صادق، يلا. سيادة اللواء شنو رايك ان شاء الله على هذا؟ والله ان شاء الله راح نكمل اجراءاته. شو الاحوال؟ تعال شلون راح نكمل اجراءاته ان شاء الله، عرض على اللجنه الطبيه ومع من السفر نسوي له حسب امر الراجل ان شاء الله ويصير خير. ان شاء الله خير. الله يبارك. وتخيلوا لو بالعراق كل مؤسسات الدوله تشتغل بهذه السرعه. لهذا احنا نقول الجيش صمام امان الشعب العراقي بحفظ حدوده. بلد ما بي جيش كل شيء ما بي. كل شيء ما بي. اللي حارب المؤسسه العسكريه ونريد نلغي وزاره الدفاع ونريد ما ادري شو نسوي بداله، اخي الجيش اولا حتى تقدر تحمي بلدك. ومباشره صدر الكتاب بتوقيع رئيس اركان الجيش انه احاله الى اللجنه الطبيه ويرقى الى رتبه واحده هذا المقاتل فلاح محمد حسين جساب الجبوري، ينقل مباشره إلى من آمرية موقع واسط إلى مركز تأهيل الجرحى الثالث ويرقى إلى رتبة عسكرية وبتوقيع الفريق أول ركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله رئيس أركان الجيش. هاك والله تعال زميل المخرج، هيك راد لنا هيك شغل. احنا ننتظر مستشفى الحسين الطبية اللي قال يعني شهر 8 يفترض تبدي تشتغل، لأن هذه المستشفى اللي افتتحها قبل يعني فترة قصيرة المقاتل وزير الدفاع جمعه ناد، خلينا نشوفها. هذه اذا تاهلت بالفعل ما نحتاج ندز بعد تركيا والالمانيا والغيرها، لان يصير عندك امكانيه انه الجندي يتعالج في بلده، وهذا طبعا انت عندك جيش عملاق يحتاج بدل المستشفى 10 مستشفيات. وترى المستشفيات الان بالعالم ما صارت فقط لتخدم الجنود وانما تخدم كل الشعب. يعني شنو احنا كوليرا تصير عندنا؟ كوليرا، رجع يا زميل المخرج، كوليرا يا حظي، الكوليرا تصير بالدول المتخلفه، احكيكم يا صراحه، الدول اللي بيها العفونه والوساخه والزباله والدنيا، مو تصير بالدول احنا، ما يصير العراق بلد النفط تصير بيه كوليرا بال 2022 يا ناس، مو راح يشق هدومنا على الهواء، كوليرا بالعراق بال 2022 نلطم على الهواء وتقولوا ليش لطمتوا؟ ما يصير هذا العراق. يا اخي مو بلد فقر، بعير محمل ذهب، بس لا توكلونا عاقول، وكلوا صح. ولهذا انا اكبر ايضا على وزير العمل والشؤون الاجتماعيه البارحه القاضي سالار عبد الستار، ايضا استجاب بسرعه، يستحق ان نرفع صورته. لما عرضنا حاله مصاب نتيجه عمل ارهابي جبان بنفس اليوم ايضا لانه قلنا لكم استوديو التاسعه اي احنا محامين مجانيين، احنا معقبين. شوف وزير العمل شو اجتمع. وهذا هو الوزير اللي هو وزير عدل ايضا ووزير عمل، والتقى المصاب اللي عرضنا حالته وشدوا له راتب وانطوه سلفه وخابرنا بالتليفون ويا كل الجهات اللي مسؤوله وامرهم. الوزير قال لهم الان تنفذون. هو هاي قوه استوديو التاسعه يا جماعه، هاي قوه استوديو التاسعه، لان برنامجكم، لان اعداد الشعب العراقي مو اعداد انور الحمداني. احنا كليتنا، اثير الفاضل كمخرج تلفزيوني كبير ودكتور علي زكي واني انس يوسف وخلود الزياد والمهندس احمد الحمداني، احنا كلنا خدم لكم لخدمتكم. تمام. اسمه حسين علي حسين ان شاء الله. اي لسه نازل البيت وكل اجراء. ليش ما تعطي تليفوني؟ هسه كل اعضاء المكتب هسه هم قاعدين يمي بالمكتب بوزاره العدل، هسه راح ادزكم اياه وكملوها حضرتك واستاذ احمد. مو لازم ابو مو على مود دائره الاعاقه لازم يجي، ما يخالف. خوش. نعم تمام. واروح له العصر للبيت ورا الظهر. جيد. بارك الله بيك. مع السلامه. مع السلامه. استاذ رايد مدير العام التدريب والعمل، ما ادري عندي الرقم لو لا. اتصل بعلاء. بالك امورك ان شاء الله بخير. الله يحفظك ويطول عمرك ان شاء الله. الله يسلمك. استاذ رايد حضرتك بالدائره؟ موجود مع الوزير. خوش. هسه راح ادز لك شخص يمي قاعد بالمكتب بوزاره العدل، شخص معوق ويستحق كل العنايه به. زين؟ تامر مع الوزير. فهذه راح ادزها لحضرتك، شملها بالسلف والقروض. شوف هو يعني ماخذ قرض شنو؟ لا ما ماخذ اي شيء، ما مستلم اي شيء، هو من بغداد من الشعب مو؟ بس المصرف احنا ما نقدر نصرف، بس ناخذ موافقتك والروجه. اي نعم حتى خليه بالخطه، واستثناء خليه بالخطه. شوف شو وقت هذه، شو وقت الاستلام اول وجبه او شلون؟ بس قرر الموازنه. لا وهذا الامن الغذائي، مشمول به؟ ينطونه الصندوق ما عندك صلاحيه مع الوجه. زين. لازم مجلس اداره، تعقد مجلس اداره وتخصص 100 متر 100 قرض للفقراء تحصل موافقه مجلس اداره. زين باسرع ما يمكن راح نسوي مجلس اداره وراح نشمل هذا القرار. زين. هو هسه كاتب موافق على الطلب مالته على استراتيجي. هسه اني راح احكي لك اكو طلب واحد بكل الجهات المعنيه. زين اكتب لك وانت على ضوء اكتب لي مطالعه بيها. خوش. يلا مع السلامه. اليوم الاخ ابو هيثم تكمل الاجراءات الخاصه ان شاء الله. اليوم تكمل كل اجراءاتها من 3 دوائر المعنيه، مما بالمستقبل ان شاء الله يحسن حالته المعيشيه. اللي حيخصص لها من الراتب الشمولي بالرعايه الاجتماعيه، وكذلك بالراتب المعوق بالمعين المتفرغ، وكذلك نسعى الى شموله باستلامه قرض كتسهيلات لعمله اليومي ومعيشته بأحسن وجه. قد مبلغ القرض هذا اللي 8 ملايين. شكرا للقاضي سالار عبد الستار وزير العدل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك لمكتبه الإعلامي. حقيقة أنا الآن وياي بطل عراقي، يمكن هذه المعلومة قليل يعرفها اللي يلتقي الدكتور أحمد الشريفي. يعني مو متوقعين أنه يلتقون شخصية سياسية بارعة في تحليل المشهد السياسي وتوقع المستقبل فقط، لكن هذا الرجل البراعة في قدرته على تحليل المشهد السياسي وتوقع والتحذير مما قد يحدث يأتي من البعد القتالي. فهو طيار عراقي باسل وشجاع وبطل، مقاتل عراقي شجاع وبطل، الدكتور احمد الشريفي اللي افتخر انه التقي اليوم على الهواء، وحقيقه انا متابع له لانه عنده تحذيرات مهمه. البارحه مثلا شفت له لقاء جاي يحذر من العوده الى الفصل السابع. ها شوفوا هنا الباحث جاي يسمعه. ما هو الضامن ان حصل انهيار في المنتظم السياسي ان يعود العراق بؤره لتهديد الامن والسلم الدولي؟ فاذا الامم المتحده حاضره هاي الباحث جاي يحكي ويقول الامم المتحده حاضره وتتابع ادق التفاصيل. وطبعا احنا نراوح بين يعني البعض يقول طيب ما احنا خرجنا من الفصل السابع، نعم خروجنا من الفصل السابع لا يسقط البعد الولائي للامم المتحده على العراق، لانه احنا لازلنا تحت الوصايه، لاننا تحولنا تلقائيا الى الفصل السادس. اذا احنا ما زلنا تحت الوصايه الدوليه، هذه ترى هذه لازم يفهمها. انا احكي ويا البسطاء، ما احكي ويا المحللين والكتاب، لا احكي ويا البسطاء ولا السياسيين. احنا بظرف معقد. دكتور احمد الشريفي حياك الله في استوديو التاسعه. ايها العراقي البطل. اهلا وسهلا، حياكم الله. الله يسلمكم، هذا شرف لي ان اكون معك الله يسلمك امام جمهورك الكريم. سيادتك يعني كمقاتل عراقي شلون شفت سرعه استجابه السيد رئيس اركان الجيش وتعاطيه مع ما يذكر في الاعلام من مناشدات المقاتلين؟ بصراحه كمقاتل شجاع وطيار عراقي مقاتل، شلون شفتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بالحقيقة احنا نشيد بمثل هكذا مواقف ذات بعد إنساني، لأنه هي أساسا المؤسسة العسكرية بتجلياتها، نعم، بقيم شرف العسكرية، بنبل الاستعداد للاستشهاد دفاعا عن الوطن، هي تنتج مثل هكذا قيادات تتحسس هموم ومعاناة العراقيين، بل تضع نفسها سدا ودرعا لحماية الوطن والمواطن، وهي التي تتلقى بصدرها التحديات بما فيها رصاص العدو. فشرف العسكرية يلزم كل ضابط أن يكون بهذا المستوى، ونأمل بإذن الله في المرحلة القادمة أن يعاد الاعتبار إلى مؤسستنا العسكرية، لأن هناك مبدأ لطالما تبنيناه وتحدثنا عنه. نعم. ويا زميلي أن الشعب بلا جيش يعني لا سمح الله أن يكون شعب بلا كرامة. فكرامة الدول وهيبتها والحفاظ على سيادتها تأتي عبر الجيوش. لذلك من الضروري جدا أن نعيد الاعتبار إلى مؤسستنا العسكرية العريقة، وأن نعيد اللحمة بين المجتمع العراقي، ونعيد الدور الوظيفي لمؤسستنا العسكرية في المرحلة القادمة بوصفها الضامن لالتزاع السيادة في التوازنات الإقليمية والدولية، ولتحقيق عنصر الاطمئنان لشعبنا إلى أنه هو بأيدي أمينه، وأن هناك مقاتل لديه الاستعداد أن يضحي إلى حد الاستشهاد من أجل حمايته وتحقيق أمنه واستقراره. فإحنا بالحقيقة هذا نهج ويفترض أن نتمسك به كثابت لمنظومتنا القيمية العسكرية، أن نكون خداما للشعب وأشداء على الأعداء. نعم دكتور، بدي اسالك يعني بالله عليك، يعني انت كعراقي كمواطن ما طلعت برا ولا جيت ويا المحتل ولا ويا اي جهه، عراقي اصيل، يعني بال 2022 كوليرا بالعراق؟ بالله عليك بالله عليك، يعني هذا المنطق هذا؟ استاذ انور، احنا عندنا خلل بالحقيقه في النظام السياسي، والذي اسس الى منتظم سياسي لم يرتقي ولم يعي حجم المسؤوليه. أنا كنت عضو في القائمة 555. نعم. الائتلاف العراقي. وصار عندنا نعم كنت مرشح التيار الصدري يعني، صح. وفزت لأنه القائمة كانت مغلقة. صحيح. فوقفنا حتى ندخل إلى البرلمان، هاي في أول جلسة بعد لما مأدين اليمين الدستوري. نعم. وقفنا بالجلسة قالوا انتظروا أجلكم الله، خلينا نتحدث وإن كانت جراحات لابد أن نطرحها للرأي العام العراقي حتى نتصالح على حقيقة مؤداها أن الأيام القادمة يجب أن نغير ونصلح. صح. وهذه طبعا أيضا متبنى من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر. نعم. فوقفنا قالوا إلا يجي الكيناين الأمريكي يشيككم يلا تدخلون للبرلمان. هذه بعدنا احنا ما بادين. وصف. عفتها وركبت بالسيارة وقالوا لي وين؟ قلت لهم والله ولا أدخل البرلمان. وقررت ما تذكرت هذا موقف رجل، لأنه ربطت بيش والله. يشهد الله هذا انسحابي، والكتله الصدريه كلهم كانوا اخواننا والان يتحدثون بهذا الموضوع. صح. ركبت بالسياره وطلعت عفت البرلمان بامتيازاته، بقيت على الراتب التقاعدي كضابط طيار. ليش تذكرت صار عندي موقف يوم اللي حولونا اوبريشن فعالين على 121. نعم. كان المدرب مالتي عقيد ركن مصري، عقيد ركن طيار مصري. فاحنا عندنا السكرامبل تيك اوف، الاقلاع الفوري دقيقتين لازم انت تكون بالجو. فلزم الساعه واشر لي بالساعه قال لي يلا اقلاع فوري، من قلعت طبيعي. فنزلت قال لي عاش تديك، التوقيت رائع ونفذت المهمه وانا انطيك باص، انت الان صرت طيار وقاتل فعال على الطائرات الاسرع من الصوت، ولكن انت معاقب 24 ساعه منع طيران. قلت له ليش؟ قال من قلعت طلبت اذن من السيطره، قلت سكرامبل تيك اوف، انت تطير حتى تستشهد من اجل بلدك، منو هذا اللي تاخذ من عنده اذن؟ بما فيها رئيس الجمهوريه. ما حد يوقف بوجهك، انت تقلع دا تستشهد من اجل بلدك، من هذا من تاخذ قرار او تطلب اذن بالاقلاع. صح. فبقت عالقه في ذهننا هذا البناء العقائدي اللي انبنينا به بشرف العسكريه والالتزام والاهتمام بسلاحنا عاش ويانا. لذلك من وصلنا الى مرحله شفت بالبرلمان انه عمل هكذا تعامل تركته طلعت. صح. بالمناسبه ورا تقريبا 3 أشهر اتصل بي السيد محمود المشهداني بعد ان صار رئيس برلمان، قال الامم المتحده اجت قرات القوائم، لقت تسلسل 37 بالقائمه ما موجود. فقالوا لي هذه قائمه مغلقه لابد ان يجي، هذا اخاف لانه ضابط طيار، قال انا قلت لهم انه هو ضابط طيار، قال اخاف ضابط طيار بتعرض له تهديد او شيء من هالقبيل، احنا نحميه الامم المتحده. نعم. فقال لي يريدوك دا يلتقون بي، قلت له لا سلم لي عليهم، قل لهم اذا انا ضابط طيار وببلدي تحميني الامم المتحده حتى ادير بلدي واقود بلدي فلا خير بهيك قياده. بارك الله. ومحمود المشهداني موجود. بارك الله. وتركتهم وطلعت تخندقت ويا بلدنا، والى الان احنا نعيش بالاحياء الفقيره ويا المجتمع، نمشي بسياراتنا لا حمايه لا شيء، لانه اذا نصل الى مرحله انه نحمي انفسنا بين شعبنا فلا خير بوجودنا، باطن الارض اولى بينا من سطحها. للعلم يمكن مو كلها تعرف انك تعرضت انت الى عمل ارهابي جبان واصبت، لكن بقيت العراقي الاصيل. احسنت. انا بالحقيقه بال2004 صارت عندنا مناطق بدات تسقط، طبعا بسبب ايضا سوء الاداره السياسيه. صح. شكلنا تشكيلات من ضباط الجيش العراقي، وانا عندي اصدقاء ضمن تنظيمنا السياسي اللي كان من النظام من زمن النظام السابق التحقوا بي، فكانوا ويانا ينزلون بعمليات حتى نفتح الطرق اللي انغلقت عن بغداد. وكان وياي مرحله رحنا الى النجف الاشرف، كان وياي السيد بشير الجزائري مدير مكتب السيد الشهيد الصدر. من رجعنا تعرضنا الى كمين، انضرب وياي ابن اختي مصطفى، يعني نسابتي قليم من الانبار. نعم. استشهد. وسيد بشير الجزائري اللي هو مدير مكتب السيد الشهيد الصدر استشهد، وانا بقيت نقلت الى مستشفى اليرموك، وكنت مصاب جدا بحيث من وصلت الى مستشفى اليرموك كنت اسمع الاطباء يتجادلون، واحد يقول انه هو ميت، واحد يقول لهم لا بعد بحياه، ونقذت لي طبيبه. وبالمناسبه هذه طبعا ننقل تحياتنا لكل طبيبه عراقيه. نعم. فدائما عندنا الطيارين نقول كل طبيبه هي جميله. صح. وتكون اجمل بكثير حينما تكون طبيبه وعراقيه. فبالحقيقه انقذتني وقالت لي لا بي حياه، انا يعني فقط اسمع. وسووا لي صعق كهربائي وكتب لنا الله سبحانه وتعالى العمر، وان شاء الله نضع ما تبقى من عمرنا في خدمه ونعم بالله. بس انا اريدك تكشف للشعب العراقي بكرده وعربه وتركمانه ومسيحييه وسنته وشيعته وازيدين وصابئه كلهم، لما التقيت السيد المرجع لا السيد السستاني ايش قال لك؟ وش طلبت منه وش جاوبك؟ هذا خليه يسمعها كل عراقي، خليه يسمعها كل عراقي. هذه بالحقيقه من ذاك الوقت شوفوا موقف السيد السستاني. نعم. كنا ضمن وفد بالحقيقه، هذه في الفتره اللي كانت فيها الفتره الانتقاليه فتره مجلس الحكم. 2004 وللامانه راح انقل لك 2004 ل 2005. نعم. 2004. احسنت بهذا. نعم. الوقت. نعم. نعم على 2004، وكان على راس الوفد كان الشلبي الله يرحمه وكريم العنيزي وكثير من الشخصيات. سماحه السيد السستاني كانت وصاياه التاليه. اول قضيه تحدث فيها قال أنه حلكم للجيش العراقي خطأ استراتيجي، وإذا استمريتوا بهذا الخطأ ستدفعون ثمن، ولذلك اسرعوا في إعادة الجيش العراقي ولا تحلوه ولا تستجيبوا للضغط الأمريكي. قال راح تشكلون تحالف، التحالف يجب أن يكون وطني عابر للهويات، لا تظلون تحشون بهويتكم الشيعية، احشوا بالهوية الوطنية، وخلي يكون تحالف وطني، ما لكم علاقة بالقضايا التي تتعلق بالهويات الفرعية، وركزوا على البعد الوطني. وأشار إلى أنه هناك أقليات، قال هذه الأقليات قد لا تحظى برصيد انتخابي لاحتمال قلة عددها، فمن الضروري جدا أن الأقليات إذا ما حصلت الأيزيدية أو الصابئة ما حصلوا رصيد تشريعي فيجب أن تلطوهم المجال بالسلطة التنفيذية. وأنا إذا أردت لوزارة الثقافة أنصح أن يكون الشاعر المرحوم عبد الرزاق عبد الواحد. السيد السستاني ثم الأهم قال لهم راح السيد السستاني رشح الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد يكون وزير الثقافة؟ نعم، وقدمت إلى دعوة من المرجعية قالوا له تعال إلى العراق وأحذر على قدر تعلق الأمر بنا أن نقدم لك حماية، وهو تقدم بالشكر للمرجعية، ولكن تعرف اختلاط وتداخل الخنادق بالضبط في ذاك الوقت 2004 إلى 2005 دكتور، يعني تقريبا هي ضمن هالمرحلة، يعني كانت في فترة بالفترة الانتقالية يعني. لكن لأول مرة الدكتور أحمد الشريفي سماحة المرجع الأعلى السيد السستاني رشح الشاعر المرحوم عبد الرزاق عبد الواحد يكون وزير الثقافة بالعراق، علما المرحوم عبد الرزاق عبد الواحد صابئي من دائي. يتفضل. وبالحقيقة مسألة أيضا مهمة، قال لهم أنا يعني وصلني أنه أنتم تريدون تسوون اجتثاث البعث، قال لهم هذا خطأ، ستسقطون الكثير من الشخصيات اللي هي متخصصة وفاعلة في إدارة المؤسسات. أقترح عليكم أنه ملف الاجتثاث يكون ملفا قضائيا، أي عراقي متضرر من بعثي يروح للقضاء يقدم أدلة وقرائن، إذا قدم أدلة وقرائن تكون كلمة الفصل للقضاء، ما دون ذلك كل عراقي من حقه أن يشارك بالمشروع السياسي القادم، وكونوا على مستوى من المسؤولية وتحلوا بسعة الصدر حتى تقدرون تديرون البلد. يعني هاي توصيات كبيرة والله ومهمة. إيه تفضل. نعم بالحقيقة هذا اللي صار، بس احنا تعرف جنابك ما كان عندنا متنفس ان احنا نوصل هذا الصوت. وبالمناسبة احنا صارت عندنا عمليات، اتصلنا ايام داعش وايام الانهيار، قمنا بعمليات لتحرير ايزيديين، فأعطى إذن قال أنتم تحت مظلة الفتوى، حتى اللي يستشهد من عندكم تحت مظلة الفتوى لتحرير أيزيديات، وبالفعل احنا 3 عمليات تحرير أيزيديات سقطوا عندنا شهداء وشهداء من الحشد. الله يرحمه. هذه القضايا لابد أن نقدمها حتى ننطي للفتوى وننطي لدور المرجعية البعد الإنساني وتجليات البعد الإنساني. يوم صار اللقاء بين قداسة البابا وبين المرجعية العليا ما كانت رسالة هينة، صح، وكان نصر كبير للعراق، يمثل أكثر من 4 مليار إنسان يأتي إلى العراق ويأتي إلى النجف ليثمن هذا الموقف النبيل ويثمن البعد والمدى الإنساني للفتوى المباركة التي وحدت العراقيين جميعا. هذه حقيقة. وبالمناسبة احنا داخلنا كضباط، تعرف احنا عندنا صارت فزعة، عندنا ضباط من الموصل كانوا مجتثين ويعانون بالحقيقة، اجوا ودخلوا ويانا نتحاشى ذكر الاسماء لانه عادوا الى الخدمه، والان احنا نتشرف ان يكونوا هم ضمن صفوف المؤسسه العسكريه. جاءوا ليقولوا اننا سندخل ضمن اطار الفتوى وسندخل في قلب داعش. والله حققنا انجازات كبيره برجال قاتلت من اهل الموصل، ليش احنا دائما نقول من الخطأ استراتيجي أن نقسم بلدنا حسب الهويات الفرعية، صح، نستنهض به الروح الوطنية، وأنا ذاك ستجد أن العراق مقلع رجال. والله دخلوا بالتنظيم، خرقوا التنظيم، معظم ضربات هذه ضربات التحالف الدولي، اللي طائرات الجيل الخامس، رافال، F-15 F-16 معظم ضرباتهم ما كانت الجحلة، لأن احنا عندنا حيوية الضربة الجوية تتحقق بالجهد الاستخباري. ما كانت الضربات تتحقق إلا بجهد من السكان المحليين وبالتحديد في الموصل. فكان أهم مرتكزات نجاحنا هو دور السكان المحليين. صح. فلذلك آن الأوان أن نتحدث. تعرف احنا عندنا معلمة أو مدرسة في الموصل. نعم. داعش صنفت من قبل الأمريكان بأنها التنظيم الأشرس والأكثر فتكا الذي شهدته الإنسانية. صح. تقف امرأة من الموصل مربية فاضلة يقولوا لها درسي مناهج داعش. نعم. تقول ما درس، تعتقل وتعذب ثم يحضر بها إلى الإعدام، يوقفوها بين الإعدام وبين أن ترجع عن قرارها وتدرس مناهج داعش تقول ما أدرس وتعدم. هذه إذا ردنا نقدمها كدراما عراقية من واقع حقيقي، تعرف إيش قد نرسل صورة مشرقة إلى العالم كله أنه إحنا عندنا المرأة بهذه الصلابة. تعرف جابوا شخص شيشاني قناص من داخل سوريا إلى العراق حتى يستهدف حصرا الشهيدة اميه الجباره اللي بالحقيقه خلت وسام. هاي ما لزمت لنا ساتر، يعني اكو ارهابي جابوه من سوريا خصيصا لاستهداف الشهيده اميه الجباره. الساتر اللي لزمته كانت تستلهض به مقاتلين فرسان. صح. وكانت هي على مره بالقاذفه ومره بالبي كي سي. صحيح. الله يرحمه. فوقفت داعش الذي هو التنظيم اللي تصف الولايات المتحده بانه هو الاشرس والاكثر فتكا. تعرف واحده من مواقفها يوم اللي صار الانهيار الامني عندنا واحد من اهل الديوانيه، هذا طبعا سوينا ريبورتاج عنه واحدى الفضائيات طلعته. نعم. هذا اجى لجأ يمها قال لها يعني لانه لازم نذكر المواقف النبيله. صح. قال لها انا اشعر بالغربه ماكو احد بس لجأ لهم. فش قالت له؟ هي كانت على منظمات المجتمع المدني وكذا. صح. زودتها بهويه وقالت له اعطيني، قال هذه بس قلق على امي. قالت له اعطيني تليفون امك. خابرت امها من صلاح الدين الى الديوانيه، قالت لها ابنك يمي ما يوصلوا داعش، واذا وصلوا احس بحسابك انه داسوا على جثته وعبروا. عافيه الله. وبقى يمها ولبسته زي مدني وزودته بهويه من يمها وارسلتها الى امه سالم، هذه الشهيده اللي احنا الان نفخر بيها. لكن من الضروري جدا نعيد الاعتبار الوحده الوطنيه. اختار ارهابي من سوريا حتى لهدف اغتيالها؟ نعم، في احدى قضايا التحقيق قالوا انه احنا هذا الساتر صار عصا علينا وكنا نقرا السبب قوه الساتر انه دا تستنهضهم هاي المراه وكانت بالمواجهه تشتبك وتظهر عندنا بالرصد. صح. والاستطلاع كنا نرصدها، فقلنا اذا ضربناها نكسر معنوياتهم. استشهدت بس ما انكسرت المعنويات وانتصر العراق. لا ما وحده شعبه. صح صح. يعني والله يا ريت، والله يا دكتور، هذه احاديثك يا ريت يسمعها كل عراقي. يا ريت كل عراقي يفهمها ويسمعها بالروح الوطنيه. دكتور اذا تسمح لي بدي اسالك على المستجدات السياسيه باسئله سريعه. مجلس النواب اعلن انه عنده جلسه يوم الخميس، يعني هو كان البارحه قالوا الاربعاء، لا اليوم قالوا انه الجلسه راح تصير يوم الخميس استنادا الى احكام الماده 58 من الدستور، جلسه استثنائيه. بتقديرك دكتور شنو فائدة هاي الجلسة الاستثنائية؟ شنو الهدف منها؟ شو تشوف؟ يعني أنا في تقديري إنه بعد فشل مشروع الإنقاذ برلمانيا، أنا أتوقع إنه إحنا على أعتاب حكومة إنقاذ أو حكومة طوارئ. نعم. ومن الواضح جدا إنه الرغبة حتى الجماهيرية في عسكرة القرار السياسي في المرحلة القادمة قد تكون حاضرة وليست بعيدة. وبالمناسبة قدرنا يوم من الأيام كان عندنا أحد الفنيين من الأخوة المصريين، كنا بسرب 121، قال لي هو من صعيد مصر، قال لي مقولة رائعة بقت عالقة في ذهني. قال احنا مكتوب علينا الرباط الحرب، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أبو عبيدة، قال يا أبو عبيدة إذا فتحتم بلاد الأمصار فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فإنهم في رباط إلى قيام الساعة. بلاد الأمصار اللي هي مصر، سوريا، العراق، فلسطين ولبنان، شوف هذه الدول فعلا ما استقرت. فبما أنه احنا في رباط إلى قيام الساعة، دائما ينصر الذهني إلى أنه احنا قدرنا في العراق أو حتى في مصر لا نحكم إلا بإرادة عسكرية، لأنه شعب هو شعب مقاتل بطبعه، شعب حاد الطباع، شعب مكتوب إليه حتى في البعد العقائدي مكتوب إليه أدوار ليست هينة. يعني فلسطين كم مرة تحررت وعلى يد من؟ ولذلك لابد من وجود يعني القرار العسكري الذي ينطلق بالبعد وطني ويحمل هموم الوطن ولا يتأثر بالتحديات والتهديدات الإقليمية أو الدولية، وفي ذات الوقت يكون قوي وجريء في انتزاع سيادة البلد. يعني دكتور أنت شايف مهددة. دكتور شايف إذا حكومة إنقاذ بمعنى حكومة عسكرية راح تكون احتمال بالعراق؟ نعم بالحقيقة هو حتى ترشيح السيد ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ما كان ترشيح عابر، لأنه أرجع للخلفية المهنية. ريبر أحمد لواء. صح صح أحسنت، وهو لواء برتبة لواء، أي بمعنى هو تربى في المؤسسة العسكرية وتدرج فيها. هذه بالحقيقة المؤسسة العسكرية تعد مقاتلين وتعد يعني رجال من طراز خاص. أنا أضرب لك مثل، كنا بقاعدة في كلية القوة الجوية يوم كانت الضربات الأمريكية، احنا كنا في حينها كنت ثاني طيار عن 123، ها بال91 اجت أوامر بال91. القصف الأمريكي كانت سيادة مطلقة، يعني طيران واطي ومتوسط وعالي وقفل للأجواء 100%. صح، والمدارج مضروبة، واجت الأوامر أنه انقذ الطائرات. الطيار عنده جزء من جسده طائرته، والطائرات ده تضرب قدام عينه، فصارت عملية الإنقاذ. أحسنت. بالرغم عدم القناعة، والله القناعة كانت صفر، لأنه شلون أنا أخذ سلاحي وأودي لإيران؟ صح. لكنه قلنا خلص، يعني إذا كان احتمال أن نموت في داخل طائراتنا، فأسلم إن 1000 مرة بأن نرجع لعوائلنا وتكون طائراتنا مدمرة. وللأسف للتاريخ دكتور، يعني للتاريخ دكتور، أنتم رحتوا نفذتوا أمر القيادة العسكرية أن تنقل الطائرات إلى إيران باتفاق ويا إيران، لكن إيران اعتبرتكم أسرى. هذا اللي ما جاي يحكيها أحد بالتاريخ. نعم نعم، وأنا بالحقيقة الآن راح أقول لك بيه. يوم اللي صار الإقلاع، المدارج مضروبة وضربت بدقة، تعرف الأمريكان عندهم دقة بالتقنية، يعني كان احنا عندنا المدى أقل مدى ممكن من 1000 إلى 1100 متر، يلا تشيل نفسها الطائرة، لأن الميج 23 الجراوند اتاك بالذات مالتنا الهجوم الأرضي ثقيلة. صح. فانضربت بال 800 متر 900 متر المدارج. ثم كان بيجي مضروب والهواء ضدنا، فكان دخان كثيف يجي يدخل باتجاه المدارج، بحيث احنا اذا قلعنا احنا نقلع فول باور او حرق خلفي افتر بيرنر لازم مشغلي. هذه اذا دخلنا باي كتله هوائيه بيها قله اكسجين يصير عندنا فليم اوت، تطفى المحركات. فكان لازم نقلع في هذا التحدي وهذا الظرف. طبعا الطيار من يطير بالجو عيونه الرادارات، احنا نهائيا لا اكو رادارات ولا اكو تغطيه ملاحيه نهائيا. والاقلاع كان حتى المسدس لازم تذبه. صح. ومو فقط المسدس الشخصي، هذا طبعا جزء من قيافتنا. كل شيء ماشي وياك الطياره، يعني صحيح، يعني راح لهم مستسلم، حتى مسدس التنوير راح لهم مستسلم، يعني صح. احسنت، حتى مسدس التنوير هذا اذا وقعنا ننطي اشاره لطائرات الانقاذ، قالوا حتى مسدس التنوير الذبه، وزعوا رتبكم وانقذوا الطائرات. بس دكتور اخر شيء راح ينتهي الوقت. وصلتوا الى ايران اول ما وصلتوا بالطيارات قالوا لكم انتم اسرى؟ وصلنا رحنا الاعتقال، اخذوا يعني الطائرات وقالوا لنا اسرى. وشوف استاذ انور، ثق بالله، هذه للختام تبقى عالقه في ذهننا، والى ان يصافح خدنا التراب ما ننساها. طبعا انا فارقت اخوه، انا اخويا العدم بال93، الله يرحمه. صحيح. وعندي 3 معدومين من عائلتي، ثق بالله، من وقفت على راسه وهو شهيد، هو عقيد ركن، قلت له رفعت راسنا سيد، وحتى دمعه ما بكيت عليه، قلت له اذا نريد نبكي فنبكي على حالنا. بس يوم اللي ركبنا بالسيارات وعفله طائراتنا بايران، هذا جرح في داخلي ما انساه الى حد ما يصافح خد التراب. بس باذن الله بوجود الوطنيين امثالكم وببركه دعاء الشعب العراقي سنعيد العزه والكرامه لاجوائنا، وقريبا راح تشوفون تحلق طائراتنا بوفره عدديه إن شاء الله. بعلم العراق بطيارين اكفاء جيل جديد، احنا بخريف العمر هم بربيع العمر، ونعيد الاعتبار ان شاء الله لاجوائنا ولسياده بلدنا. بركه دعائكم ان شاء الله. شكرا للدكتور الطيار البطل احمد الشريفي، شكرا جزيلا. هاي من مآسي القرارات المستعجله، انه تروح تسلم طياراتك والطيارين تقول لهم حتى مسدس لا تروح، لا تشيل وياك يمكن حتى هويات ما شاء الله، وحتى تستلمهم ايران اسرى. كوم حجار ولا ذاك الجار. يلا مع السلامه.